اوكي، خلينا نكمل بتشابتر 3. احنا بتشابتر 3 عم نطلع على البنز بشكل عام تبعت المايكرو كنترولر، وبلشنا في كلامنا عن البارالل بورتس اللي هي عباره عن انبوت اوتبوت بورتس، بنز من خلالها بقدر ادخل واطلع معلومات لاغراض مختلفه في المايكرو كنترولر. فطلعنا على البورتس الموجوده والمخصصه في البيك 1684 لهذا الغرض اللي هي بورت A وبورت B. شفنا كيف نستخدمهم، كيف نسوي لهم كونفيجريشن، كيف نسوي انترفيسنج لسمبل ديفايسز زي السويتش والال اي دي. وكان في اخر شيء حكيناه 3 اكزامبلز مهمات. هاي الاكزامبلز هي فعليا اول اكتشوال اكزامبلز يعني لريال سيستمز ممكن انت تبنيها، فيها هاردوير بارت وفيها software part. فضروري جدا انك تطلع على هدول الاكزامبلز، ضروري جدا انك تحاول تفكر انك تبرمج هدول الاكزامبلز بطريقه مختلفه. يعني اكزامبل 3.4 3.5 3.6 في شيء استخدمت مع interrupt، في شيء استخدمت مع pulling، فحاول تفكر بالطريقه العكسيه. يعني اذا السؤال محلول بالبولينج حاول تبرمجه، تغير من كتابه الكود بحيث انه يصير يشتغل بالانتربت والعكس صحيح. فحبيت أكد على هاي النقطة. خلينا نكمل بشابتر 3. ما تبقى من شابتر 3 هي شغلات يعني لها علاقة بالهاردوير بارت، الهاردوير رياليزيشن تبع البارالل بورتس، والأشياء الأخرى لها علاقة بالبينز بشكل عام اللي هي الأوسيليتر والباور سبلاي. فخلينا نطلع اليوم على الهاردوير رياليزيشن أوف بارالل بورتس. يعني بمعنى آخر، إحنا يعني لغاية آخر محاضرة بالنسبة لنا البارالل بورت هو عبارة عن بينز، وهدول البينز بحكي معهم من خلال ريجستر اسمه بورت A أو ريجستر اسمه بورت B. فبدي هيك ناخذ فكرة سريعة إنه كيف شكلهم هدول البورت فعليا بالهاردوير، كيف شكلهم. فالسلايدز الموجودين هون فعليا بورجوني شو الكومبوننتس اللي ممكن أحتاجها حتى فعليا يكون عندي بنز او بورت بقدر من خلاله اتخاطب مع العالم الخارجي. ففي عندي هون الهاردوير رياليزيشن فور ان اوتبوت بورت، يعني لما يكون عندي بورت فقط اوتبوت. النكست سلايد بورجيني البورت لما يكون انبوت، السلايد اللي بعد بورجيني لما البورت يكون ايش؟ يعني باي دايركشنال، مزبوط؟ يعني اما بيدخل او بيطلع. فخلينا يعني نبني هاي السيركت بيس باي بيس ونحكي بعض الافكار. يعني انا هو موضوع اكثر توورد المايكرو بروسيسور سيستم ديزاين، بس معلش يعني ما راح اغوص في التفاصيل، بس راح احكي الفكره العامه. الفكره العامه عندنا احنا حكينا انه عندنا، لو افترضنا عندنا 1 بن، وهذا البن هو it is an output pin. شو يعني output pin؟ يعني السي بي يو اللي موجوده عندي هون داخل المايكرو كنترولر بتقدر تسوي output ل 1 بت، تقدر تسوي output ل 1 بت. فحتى تقدر المايكرو كنترولر او السي بي يو تسوي output ل 1 بت اما 1 او 0 على هذا البن، المفروض انها تكون مشبوكه مع، كل بساطه مظبوط، بتسوي output ل 1 بيطلع 5 فولت 1، بتسوي output ل 0 بيطلع 0 فولت. تمام. الان فعليا كيف هاي السي بي يو بتحكي مع هذا البن؟ يعني كيف تبعث له الداتا؟ من خلال الداتا بس، مظبوط؟ يعني السي بي يو الانترفيس تبعها مع العالم الخارجي هو ايش؟ داتا بس، مظبوط؟ فالان هذا السلك هو فعليا جزء من الوايرز تبعت الداتا بس. طيب شو بترتب على هذا الكلام؟ تخيل انه السي بي يو سوت اوتبوت للوجيك 1، يعني قديش؟ 5 فولت، واللوجيك 1 طلع عندي هون 1. شو صرت اشوف على البن؟ 5 فولت او 1 وات ايفر. طيب وين المشكله اللي ممكن تصير بعد هيك؟ انه اذا انا سويت اوتبوت للوجيك 1 على بن معين، انا بدي هذا الاوتبوت يضل ثابت طالما انا ما غيرت القيمه، مضبوط ولا لا؟ طيب وين المشكله؟ المشكله انه هذا البن مشبوك مع السي بي يو على الداتا باس، والداتا باس هذا ماله مشترك مع اشياء ثانيه. يعني على الاقل انا في عندي هون الريجسترز او الرام، مظبوط، الفايل ريجسترز برضه شابكين على هذا السلك او على مجموعه الاسلاك اللي بتشكل الداتا بس. فلو افترضنا بعد السي بي يو طلعت اوتبوت لوجيك 1 على هذا البن،
اجت بدها تنقل فاليو من الرام الى السي بي يو، وهي الفاليو مثلا على هذا السلك اللي هو واحد من الاسلاك تبعت الداتا باس، القيمه صفر. شو راح يصير هون؟ راح يصير هون صفر، مضبوط ولا لا؟ ففي عندي هون مشكله انه السي بي يو مشبوكه مع هدول البنز من خلال شيرد وايرز، وبالتالي اذا بدها تسوي اوتبوت لفاليو اي كانت جارانتي هاي الفاليو تضلها ثابته اف اي بيرفورم other operations on the data bus. طيب شو الحل؟ كيف ممكن أثبت القيمة؟ أنا بدي هذا البن يضل متذكر القيمة اللي أنا أعطيته إياها طالما أنا ما غيرتها. طيب كيف توصلوا القيمة هاي؟ من خلال الداتا بس. فإذا بدي ميكانيزم، بدي طريقة أخزن فيها الأوتبوت فاليو وتضلها هاي الأوتبوت فاليو ثابتة طالما أنا ما غيرتها من خلال CPU. شو يعني تضلها القيمة ثابتة لا تتغير؟ يعني بدي أضلني أتذكرها. شو يعني أضلني أتذكرها؟ بدي storage element. شو أبسط storage element عندي؟ اللي هو اللاتش. فالحل هون أني أنا كل واحد من البنز الأوتبوت بنز اللي موجودين عندي أني أجي أحط أنا لاتش هون، مثلا هاي كيو وهاي دي وهون الكلوك أو الإنيبل تبع اللاتش كنا نسميه، أو إذا بدك تخلي إج تريجرد ما في شيء بيمنع، خلي إج تريجرد، مظبوط؟ والداتا إنبوت تبع اللاتش هذا مشترك أكيد بده يكون مع مين؟ مع الداتا بس، مشترك هون وهون كلهم شابكين عليه، كل الكومبوننتس اللي داخل السيستم تبعي شابكة على الداتا بس مشترك. فالآن شو الفكرة؟ إنه أنا حطيت device أو circuit أو component تقدر تخزن وتضلها متذكرة الفاليو طالما أنا ما غيرت. الآن السؤال كيف أتحكم بهاي الكومبوننت؟ متى كيف أتحكم فيها حتى أغير الستورد فاليو؟ بكل بساطة لازم الفاليو اللي موجودة هون أسمح لها تدخل هون، مثلا لما يصير في عندي هون إيش؟ rising edge. فأنا I need some mechanism to control هذا اللاتش او الفليب فلوب او الستورج اليمنت زي ما بدك تسميه، بحيث ما تتغير القيمه اللي موجوده فيه الا اذا انا فعليا قاصد احكي مع هذا البن، مزبوط؟ طيب كيف انا بعرف، كيف سي بي يو بتعرف انها قاعده تحكي مع هذا البن؟ من خلال الادرس تبعه، بيكون في له ادرس، مزبوط ولا لا؟ فاذا كان هذا الداتا بس هو المشترك، برضه السي بي يو بتطلع قيمه هي عباره عن ايش؟ الادرس، هي بتحدد الادرس اللي بدها تستخدمه مع مين الانتيتي جوا السيستم اللي بدها تحكي معاه. طيب الان شو الفكره صارت؟ If I want to change the stored value، بكل بساطه لازم اختار هذا الادرس، لازم اسوي اوتبوت لهذا الادرس، ومن خلال هذا الادرس اسوي انيبل لهذا الفليب فلوب، صح ولا لا؟ اسوي له انيبل، احنا مسويين شير طب كيف اسوي هاي العمليه؟ يعني كيف من خلال الادرس بدي اسوي رايزنج ايدج هون حتى الفاليو الجديده اللي انا مسوي لها اوتبوت من الداتا من السي بي يو تدخل وتصير هي اللي طالعه على البن؟ بكل بساطه لازم اسوي انيبل لهذا الفليب فلوب، يعني اسوي رايزنج ايدج، لازم اسوي رايزنج ايدج اذا انا بختار هذا الادرس. فعاده هون بيكون في عندي سيركت بعالم الكمبيوتر مهمه جدا اسمها ادرس ديكودينج سيركت. شو هي ادرس ديكودينج؟ عباره عن ديكودر، اذا بدخل عليه قيمه معينه بيعطيني له مجموعه من الاوتبوتس كلهم راح يكونوا صفار ما عدا واحد من هدول الاوتبوتس. فهذا البن بكون انا شابكه بكل بساطه مع مين؟ هون. فإذا أنا اخترت أدرس رقم مثلا هذا لو كان بورت A هو الأدرس تبعه 5، لو سويت أوتبوت هون لخمسة رح يكون هون واحد من هدول الأوتبوت اللي قيمته 5، قيمته 1 اللي هو فعليا الأوتبوت رقم 5، فبيسوي رايزنج إيدج هون، فالفاليو اللي أنا كنت أصلا أوريدي مطلعها من السي بي يو رح تتخزن داخل الفليب فلوب، وبمجرد ما غيرت اختياري للبورت ما رح تتغير الفاليو الموجودة. الآن عادة بيكون في additional control signal اللي هي فعلياً
بكون في عندي AND gate هون، وهذه داخلة هون، والسي بي يو بتبعت read write signal. شو يعني؟ يعني السي بي يو راح تسوي output هون لزيرو، راح تسوي output هون للداتا اللي بدها تبعتها، راح تسوي output للادرس اللي بدها تحكي معاه، وبناء على هذا الكلام هون راح يصير في عندي rising edge، وبالتالي الفاليو اللي موجودة هون will be stored here. فإذا الـ CPU بتحدد الأدرس والداتا، بتحدد الـ operation. بالنسبة للـ output port الـ operation شو هي؟ write، بدك تكتب على الـ port، بدك تعطي الـ port معلومة. فبشكل عام هذا هو شكل الـ output port. يعني بدي بشكل عام بدي هالـ flip flop أو الـ storage element اللي أخزن فيه الـ output value. طبعاً لو كان هذا port A راح يكون في عندي 5 pins زي ما نعرف، مظبوط؟ وكلهم نفس الكوبي، يعني كلهم نفس السيركت، في هون فليب فلوب فليب فلوب فليب فلوب، والكنترول تبع الكلوك هو نفسه، مظبوط؟ المفروض انا بكتب على البورت او بقرا من هذا البورت نفس لا، ما هو هذول كلهم they belong to the same to the same port. هلا الامور تتعقد اكثر وين؟ في البيك. ليش؟ لأنك أنت بتقدر تغير 1 bit من البورت. فبس يعني بديش أدخل بتفصيلها، بس بتصير برضو بصير هاي بتكبر، وبيكون في ديكودر تاني اللي بدخل عليه رقم البت وبيطلع لي 8 بت 8 سيجنالز حتى أختار واحد من البت. فبتصير الآن جيت ثلاث شروط، أنك أنت اخترت هذا البورت وسويت رايت واخترت البت هذا. يعني بيكون في كمان تذكروا، مش في لما نجي نحكي مثلا بي سي اف مثلا بورت اي البت رقم 3، فاذا زي كانه برضه في هون بيكون ديكودر بياخذ هاي الثلاث وبيعطيني مجموعه من الاوتبوت، كل واحد فيهم داخل على واحده من الاند جيت. انه ما بكتب على هذا البت الا اذا اخترت البورت واخترت هذا البت وسويت رايت. هيك معنى الاند، ثلاث شروط تتحقق حتى اغير قيمه واحد من البيتس، تمام؟ فالادرس ديكودينج بكل بساطه هو عباره عن ديكودر، بعطيه اذا انا عم بتحكم ب 200 شغله فبدي 9 to 256 ديكودر بكل بساطه، مظبوط؟ حتى اعطي الادرسات يصير انيبل لواحد منهم. ليش بدي اسوي انيبل لواحد منهم؟ لانهم كلهم مشتركين، بيشتركوا بالداتا بس المشترك، فلما بدي احكي مع واحد لازم اسوي انيبل لواحد من الديفايسز اللي انا السي بي يو شابكه عليها، تمام؟ فهذه فكره الاوتبوت بورت. هلا في تفاصيل اكثر لما نيجي لبورت اي والبورت بي كيف شكلهم من جوا، بس هذه هي الجنرال ايديا للاوتبوت بورت. الان الانبوت بورت شو فكركم؟ نفس المبدا، لو كان عندي بن وهذا البن هو انبوت، يعني بقدر ادخل عنه بدخل منه معلومات للسي بي يو. فالسي بي يو بتقدر تقرا 1 بت من هذا. طبعا لما بدها تقرا اكيد بدها تقرا من خلال الداتا بس اللي هو ايش؟ مشترك بين كل العالم اللي موجود داخل المايكرو كنترولر. طيب وين المشكله اللي ممكن تظهر عندي لما السي بي يو تكون شابكه بهذا الشكل مع البن بشكل مباشر؟ انه تخيل انت قاعد بتنقل داتا من الرام للسي بي يو او من السي بي يو للرام، وواحد هون راح دخل 5 فولت وانت عم تنقل صفر على هذا السلك، شو راح يصير؟ في انترفيرنس، في تداخل، في اثنين عم بيحاولوا يحكوا مع السي بي يو بنفس الوقت، فاذا في مشكله هون. دائما المشكله عم تطلع انه البص مشترك، مظبوط؟ طيب كيف ممكن احل هاي المشكله؟ كيف بحلوا هاي المشكله؟ لازم احقق الهدف الرئيسي. بما انه البص مشترك ما بصيرش اكثر من اثنين يحكوا مع بعض، فلازم لما بدي اثنين يحكوا مع بعض الباقيين لازم يكونوا مفصولين عن البص. قبل شوي شفنا في الاوتبوت بورت كيف انا فصلت البن عن البص من خلال اللاتش او من خلال الفليب فلوب. لان هون كيف ممكن انا افصل هذا البن عن البص اذا انا ما عم بحكي معه؟ تايم سلوتس. لا، نعقد الامور كثير، نعقد الامور اكثر. أنا يا بدي هدول، هذا يا بدي هذا شابك على البص أو هذا شابك على البص.
يعني كلمة أو فيها بتحتمل الماكس يس كيف إذا أنا باللوجيك كان عندي من النقطة A للنقطة B مشبوكين مع بعض وبدي أتحكم في الطريق بينهم يا بشبكهم يا بفصلهم شو بستخدم؟ يعني إذا عندي هون A و B و C وبدي أختار واحد منهم أحسن إشي الماكس مزبوط؟ بس برضو الماكس بقدر أسوي الامبليمنتيشن بـ جيت إيش اسمها؟ أي هديك أيوة اللي بتعمل هي يا زلمة هديك فيها زد شو هي؟ على طلاب الكمبيوتر مش نافعين أخذتوا لوجيك بالكورونا أنتو؟ اللي هي تراي ستيت بوفر مظبوط تراي ستيت بوفر تراي ستيت بوفر بكل بساطه زي كانك انت عندك مفتاح سويتش يا بفصل يا بشبك لكن هذا السويتش تقدر تتحكم فيه ديجيتالي انت بتقدر تبعت 0 1 على 0 عليه فبيفصل 1 بشبك او حسب كيف شكله فالحل البسيط هون حتى امنع هذا البن يسوي انترفيرنس مع اي شيء قاعد بصير على الباص اذا انا ما عم بحكي معه بكل بساطة إني أحط إيش تراي ستيت بفر زي هيك وهذا التراي ستيت بفر مين بتحكم فيه سي بي يو من خلال إيش الأدرس يعني سي بي يو متى بدها تحكي مع البن إذا بعثت الأدرس تبعه مزبوط فبرضه هاي بتروح على أدرس ديكودينج سيركت والأدرس ديكودينج سيركت بتطلع مجموعة من الكنترول سيجنالز اللي بتحدد مين الكومبوننت اللي إنابلد على السيستم يعني حتى هاي الرام في عليها تراي ستيت بفر كل واحد من الاوتبوتس تبعتها في عليها تراي ستيت بفر الداتا اوتبوتس تبعتها حتى اتحدد اذا انا عم بحكي معها بشبكها هي مع الباص اذا مش هي عم بحكي معها بكون عم بحكي مع حدا تاني يعني سي بي يو دائما عم تحكي مع حدا فالان بمجرد ما السي بي يو طلعت الادرس تبع هذا البن وكمان سوت عشان نكون read slash write سوت read operation شو معني شرطين في عندي لازم أحط and get فإذا مين اللي راح يشبك مع CPU راح يشبك البن تمام بكل بساطة يعني هذه أساسيات في عالم المايكرو بروسيسر إنه أنت في النهاية CPU لحالها مش مفيدة بدك تشبكها مع devices كثير وطريقة الشبك إما فونومين أركيتكتشر وإما هارفارد أركيتكتشر في الحالتين you need to control who is talking to who مظبوط بدك تحدد مين عم بحكي مع مين وفي حالة الفونومين الداتا بس شيرد بين الرام وبين الانبوت والاوتبوت والهاردوير موديولز اللي راح نشوفهم في البيك مثلا فبدك تسوي عملية تنسيق وهذه عملية التنسيق بتصير من خلال انك انت تحدد مين اللي شابك على الباص ومين اللي مش شابك على الباص من خلال الادرس تبعه يعني احنا ليش بنعطي ارقام للديفايسز زي مثلا التايمر زيرو ريجستر زي الستاتس ريجستر زي الاوبشن ريجستر زي 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 عشان اعرف انا مع مين عم بحكي عشان هو اللي اسوي له انيبل واشبكه على الداتا باص واسوي عليه ريد او اسوي عليه ايش رايت فهذا شكل الانبوت بورت بشكل عام الكومبوننتس اللي بحتاجها حتى أسوي input pin لو كان أكثر من pin هذا البورت بكون هدول copies وإذا كنت بقدر أقرأ من pin واحد برضو بكون في هون إيش كمان input بحدد رقم البن اللي أنا بدي أقرأ منه يعني أنا مقرأ أقرأ من pin واحد في البيك مثلا صح حكينا التعامل مع البورت هو على مستوى البن طيب الآن البورتس الموجودين في البيك مالهم مش بس input ولا بس output هم bi-direction طيب كيف شكل bi-direction port يجيب output port يجيب input port وحطهم مع بعض وبالإضافة لهم شو بتحتاج تختار الconfiguration مظبوط فلازم انت تحدد هل البورت هذا أو هل البن هذا input أو output كيف كنا نحدده بكل بساطة نكتب على التريس register صح فإذا شو معناه بده يكون في عندي مكان اخزن فيه طبيعه هذا البن فيعني بشكل عام لو انا عم بحكي عن باي دايركشنال بن
هذا البن راح يكون فيه له تراي ستيت بفر للانبوت باث، صح؟ هذا تراي ستيت بفر للانبوت باث بتحكم فيه من هون. راح يكون فيه له اوتبوت باث. الاوتبوت باث شو راح يكون؟ الدي فليب فلوب الكيو هيو مشبوك، شوف هذا الاوتبوت باث. هلا هدول الاثنين مشبوكين وين؟ على الداتا بس، مظبوط؟ يعني هذا بدخل الداتا وهذا، مظبوط؟ هذا بيطلع الداتا على البن وهذا بدخل الداتا على السي بي يو من البن. طيب كيف بدي احدد هلا البورت يا هو انبوت يا هو اوتبوت؟ شو معناها؟ يا اما الانبوت باث هو الانيبلد يا اما الاوتبوت باث هو الانيبلد. شو اللي بحدد هذا الكلام؟ الكونفيجريشن اللي انا بحدده، مظبوط؟ فانا عاده راح يكون في عندي كمان فليب فلوب. شو وظيفته هذا الفليب فلوب؟ بحدد طبيعه البن، صح؟ هل هو انبوت او هل هو اوتبوت؟ هل الانبوت باث هو الانيبلد او هل الاوتبوت باث هو اللي انيبل؟ فهذا اللي هو الدايركشن فليب فلوب اللي بحدد الدايركشن، وهذا عباره عن ايش؟ الداتا تبعت البورت او تبعت البن. طيب شو بيسوي الفاليو اللي موجوده هون؟ شو بتسوي؟ اما بدها تسوي انيبل لهذا الباث او تسوي انيبل لهذا الباث، لانه البن ما بصير يكون شغال انبوت واوتبوت بنفس الوقت، مزبوط؟ فاذا هذا الريجستر برضه او هذا الفليب فلوب برضه مشبوك على الداتا بس، وانا بقدر اخزن عليه فاليو تحدد طبيعه البن. فالان مثلا لو جيت حكيت في حالتنا احنا في البيكو نحكي اذا خزننا في التريس 0 ببت معين معناها الكورسبوندينج بن هو ايش؟ اوتبوت. فاذا شو معناها؟ انه الاوتبوت باث هو الانيبل. طب كيف ممكن اعبر عن هذا الحكي؟ راح يكون في عندي هون كيف ممكن افصل الاوتبوت او اشبكه؟ قبل شوي حكيناها البفرز، تراي ستيت بفرز. راح يكون عندي هون تراي ستيت بفر، وهذا البفر از انيبلد. شو يعني البابل هاي؟ يعني اكتف لو. يعني اذا بسوي اوتبوت للوجيك 0 المفروض هذا الباث الاوتبوت باث هو اللي يكون شابك مع البن، بينما المفروض الانبوت باث شو يكون؟ ديسابلد. لكن فعليا اذا بتطلع على كل المايكرو كنترولرز بتلاقي انه الانبوت باث از اولويز اون، is always on. بس مش الهدف منه اني ادخل داتا من البن. شو الهدف منه؟ ها؟ شو الهدف؟ لا مش تبسيط الديزاين. يعني لو بدي اكون منطقي لازم كان انا حطيت هون زي او اخذت السيجنال اللي هون، شو سويت؟ دخلتها هون، صح؟ بحيث اذا هذا اون إيه ايوه، اذا الاوتبوت باث انيبلد هذاك ديسابلد، والعكس صحيح. لو بدي اكون يعني دقيق ومتوافق مع الكلام اللي عم بحكيه انه واحد من الباثس هو انيبلد، لكن فعليا لا، هذا الحكي مش موجود. شو السبب؟ السبب انه في كثير ابلكيشنز انه لما يكون البن كونفيجرد از اوتبوت انا بحاجه اعرف الفاليو اللي الان انا مسوي لها اوتبوت عشان اغيرها. تتذكروا الفلاشنج ليد اخر اكزامبل؟ شو كنا نسوي؟ كنا نسوي خذ الفاليو القديمه سوي لها اكس اور. طب شو معنى خذ الفاليو القديمه وسوي لها اكس اور؟ يعني لازم اروح على البورت واقرا الفاليو الموجوده واسوي لها اكس اور. فاذا انا فصلت هذا الباث هل بقدر اقرا الفاليو اللي مخزنه هون باك انتو ذا سي بي يو؟ ما بقدر ارجع برجوع، مزبوط؟ اذا هي النقطه انه الانبوت باث لما يكون البورت كونفيجرد از اوتبوت راح يضل مشبوك. ليش؟ مش عشان ادخل فاليو من العالم الخارجي، لا، عشان يكون عندي قدره لو احتجت اني اقرا الفاليو المخزنه هون ارجع اقدر ارجعها وين؟ على السي بي يو. اوكي؟ فاذا الباي دايركشنال بورت هو هيك شكله بكل بساطه، بشكل بسيط. ضفنا كومبوننت اضافيه اللي هي الدايركشن فليب فلوب، اللي هو مجموعة منه صارت تشكل التريس ريجستر. وليش اسمه تريس؟ تراي ستيت، من تراي ستيت. هو بتحدد بتحكم بإيش؟ بالتراي ستيت بفر اللي هون، هل يشبك الأوتبوت باث أو ما يشبك الأوتبوت باث. This is هذا تفسيري أنا يعني، تمام؟ طيب كيف بكتب، كيف بختار، كيف بسوي إنيبل؟ نفس الفكرة. هدول الفليب فلوبس
والإنيبل تبع الهاد في عليهم AND gate، مزبوط؟ هذا عليه AND gate وهذا عليه إيش؟ AND gate. طيب شو داخل عليهم؟ داخل عليهم اللي حكيناه قبل شوي اللي هي البورت سيلكت. شو هو البورت سيلكت؟ إنه أنا نختار هذا البورت اللي هو السيجنال اللي جاي من الديكودر سيركت. نفس الشيء هون اللي هو دايركشن سيلكت، دايركشن سيلكت. طيب بس هدول داخلين؟ لا، بالاوتبوت بورت انا بكون بسوي ايش؟ ريد سلاش رايت، فبالتالي هون في بابل ريد سلاش رايت، بقدر اكتب على هذا البورت او اقرا منه، مزبوط. طيب وهون شو كمان داخل؟ نفس الشيء، اني انا مختار البورت، بورت سيلكت او بين سيلكت اذا بدك اختصارا. وهون ايش مسوي؟ ريد رايت. ليش ما حطيت بابل هون؟ لانه الريد رايت سيجنال حسب الطريقه اللي انا كاتب فيها هي اكتف لو، لما تكون الريد هي اكتف هاي والرايت هي اكتف لو. فانا بدي هذا يصير انيبلد انا وعم بسوي ريد وانا مختار البورت، هيك معنى. اوكي، فهذا بشكل سريع يعني كيف الرسمات الموجوده على السلايدات مبنيه، انه شو احتاجنا حتى يكون عندي اوتبوت بورت، شو احتاجنا حتى يكون عندي انبوت بورت، وكيف جمعناهم مع بعض وسوينا ايش؟ باي دايركشنال بورت، بقدر اتحكم فيه انا من خلال الدايركشن اللي هو هذا التريس، زي التريس اي، التريس بي، التريس سي، رح نشوفهم بعدين في الاذر مودلز من المايكرو كنترول. فهذه هي الفكره بكل بساطه، تمام؟ فهذا شكل الاوتبوت بورت، شكل الانبوت بورت زي ما رسمنا، وشكل الباي دايركشنال بورت، شكل الباي دايركشنال بورت. فلاحظ كيف هذا الداتا فليب فلوب، الداتا فليب فلوب هو واحد من البيتس تبعت الداتا ريجستر، مثلا تبعت البورت اي ريجستر او البورت بي ريجستر. وهذا الفليب فلوب اللي هو الدايركشن ريجستر هو واحد من البيتس الموجوده في التريس ريجستر. فلاحظ كيف هدول البورتس او هدول الريجسترز، وحكينا هاي النقطه قبل هيك، مع انهم اخذين ادريسز من الميموري بس هم مش موجودين جوا الميموري، they are not physically part of the memory، هم ريجسترز موجودين جنب البورت حتى يخدموني، لكنهم مش جزء من الفيزيكلي، مش جوا الميموري. هم حاجزين ارقام تليفونات من وين؟ من الادرس سبيس تبع الميموري. إذا فهمنا هذا الحكي بدنا نشوف كيف مطبق في البيك 1684 في بورت A مثلا والبورت B، معناها في البورتين راح تلاقي انه نفس الفكرة، ما في شيء جديد، ما في شيء جديد. مثلا هذا هذا البورت B، بورت B عارفين احنا ماله، باي دايركشن، ممكن يكون انبوت ممكن يكون اوتبوت، ففي انبوت باث في اوتبوت باث، في كومبوننتس لها علاقة بالانبوت، في كومبوننتس لها علاقة بالاوتبوت، فما في شيء جديد. هاي البن، اي بن من بورت بي في له اكيد داتا فليب فلوب، في له تريس او دايركشن فليب فلوب. هي بس الرسم شوي معكوسه، هاي الاوتبوت باث هيو مزبوط، وعم بتحكم فيه بمين؟ بالتراي ستيت بفر اللي رسمناه قبل شوي. طيب وين الانبوت باث؟ مش راسمه فوق، هو راسمه تحت. الانبوت باث هيو، هاي الانبوت باث ايوه، وبيروح وين؟ على الداتا بس. بس في شيء زياده هون بطريق الانبوت، شو هو؟ في هذا الدي لاتش بطريق الانبوت، في زياده، ايش هو؟ الدي لاتش. شو هذا وظيفته الدي لاتش؟ شو رايكم؟ لاحظ هذا الدي لاتش شو بيسوي؟ الدي لاتش شو بيسوي؟ او الكلوك لاتش، هو بخزن، مزبوط ولا لا؟ بس شو الفكره؟ شو الفرق اصلا بين كل الستورج اليمنتس؟ كيف بيشتغلوا؟ هلا كلياتهم بخزنوا، مزبوط؟ الفليب فلوب بخزن، واللاتش بخزن، والكلوك لاتش بخزن. طيب شو الفرق بينهم؟ كيف انا بستخدمه؟ متى بسمح للفاليو المخزنه انها تتغير؟ مزبوط ولا لا؟ الان الكلوك لاتش او هذا اللي تحت اللي شايفينه احنا اللي هو اللاتش ويد انيبل كنا نسميه برضه، ماله؟
it allows the stored value to follow the input value as long as the latch is enabled. هيك بيشتغل الـ clock latch. فلاحظ هذا الـ enable تبع هذا الـ latch مع إيش مشبوك؟ مشبوك مع read port signal وداخل على not. شو يعني read port؟ اللي هي هاي الـ AND gate. إنه أنا مسوي port select اختصاراً بس هو مش حاطها وعم بسوي إيش؟ read operation. فإذا كنت عم بسوي read operation وعم بسوي مختار هذا البورت شو راح تكون القيمة اللي طالعة من هون؟ 1 1 complement شو بتصير؟ 0 شو معناها؟ اللاتش مسكر whatever is happening here will not affect what is here هيك معناها اللاتش is disabled متى اللاتش بيكون disabled؟ لاحظ بناء على الكلام اللي كتبته إذا أنا مختار هذا البن وإذا عم بسوي إيش؟ read operation شو معناها؟ While the CPU is reading from the pen, it is isolated from the outside world. صح ولا لا؟ هاي نقطة مهمة. أول ما تبلش CPU بدها تقرأ من البن. باللحظة اللي هي بتقرر إنها بدها تقرأ من البن، لازم القيمة بالنسبة إلها تضلها إيش؟ ثابتة. لازم القيمة تضلها بالنسبة إلها إيش؟ ثابتة. فعشان هيك أنا شو بسوي؟ بسكر الباب هون أنا وعم بقرأ. بحكي لها للفاليو اللي موجودة هون. بعد اللحظة اللي بلشت فيها عملية القراءة أنا ما بدي I don't care what is happening أنا بيهمني اللحظة اللي بلشت فيها القراءة اللي هي في فعليا إيش آخر value شفتها لما بلشت عملية القراءة بسوي عليها إيش latch بسوي عليها lock بمسكها وثبتها هيك معنى latch مظبوط ولا لا بثبت هاي الفاليو مظبوط ولا لا فهذه وظيفة هذا اللاتش to make the value stable while reading أو fixed while reading الآن لاحظ لو أنا كنت ما عم بقرأ هذا البورت شو معناها؟ الـ value اللي داخلي هون صفر الـ value اللي داخلي هون واحد يعني اللاتش ماله enabled يعني whatever is happening here will be stored here هيك اللاتش اللاتش بعد delay صغير بغير الـ stored value بس طالما is طالما ماله enabled بمجرد ما بسكر الباب بسوي disable للاتش تثبت الفاليو بغض النظر عن الدي شو قاعد بصير على الدي فهذه هي الفكره وهذا التراي ستيت بفر هو نفس التراي ستيت بفر اللي كان موجود في الانبوت باث بس كان مرسوم فوق تمام وهون الريد بورت معناها اني انا مختار البورت وايش وعم بسوي ريد اوبريشن تمام هلا بالنسبة لهذا التريس نفس الشيء هو زيه زي أي زي الداتا ريجستر بقدر أكتب عليه وأقرأ منه فعشان هيك في له تراي ستيت بفر تو ريد تراي ستيت بفر تو أو إنبوت تو رايت وهكذا يعني هي فعليا نفس الرسمة تبعت الباي دايركشنال بس نضاف عليها مين؟ هاد مبدئيا حتى إيش؟ أثبت الفاليو ديورينج ريدينج لكن مش بس هاي الإضافة الوحيدة إذا بتطلع منيح في أشياء سبيسيفيك ل البيك بورت هذا اللي هو البورت بي بورت من اهمها هذه ما راح ادخل بتفصيلاتها بس هي هون الفكره كاتب لي عليها ايش هو configurable pull up resistor using RBPU bit in the option register تتذكروا لما حكينا عن السويتشز interfacing السويتشز وحكينا في single pull single through انت بحاجه انك تحط pull up resistor أو pull down resistor حسب كيف بتشبك السويتش فهذا الكلام معناه إنه كل ما بدي أجيب السويتش أنا حتى أشبكه على المايكرو كنترولر ممكن أحتاج أروح أحط إيش pull up resistor فجماعة البيك بدهم يريحوك أكثر بدهم مالهم يريحوك أكثر مش حكينا البيك هي self contained يعني فيها معظم الاشياء او كثير من الاشياء اللي ممكن تحتاجها موجوده جواها فحتى هدول البول اب ريزيستر مع بورت بي حطوا لك اياهم انك ممكن انك ايش تستخدمهم يعني ما في داعي تشبك اكسترنال بول اب ريزيستر اذا انت عم تستخدم البنز تبعت بورت بي طيب شو هي هاي هاي فعليا اللي هون تخيلها انها مقاومه لكن هاي المقاومه از كونفيجربل شو يعني كونفيجربل أنا بقدر أتحكم فيها هل هي موجودة ولا هي مش موجودة كيف بتحكم فيها
من خلال هذا البت اللي هو RBPU port B pull up resistor. شو هو هذا؟ عبارة عن بت، آخر بت ما حكينا عنه في الأوبشن ريجستر. تذكروا الأوبشن ريجستر؟ في واحد من البتس ما حكينا عنه هو البت رقم 7 آخر واحد على الشمال. هذا البت من خلاله I can enable or disable المقاومة الموجودة هون. بت واحد بفعل هاي المقاومة لمين؟ لكل البنز. لاحظ هاي المشكلة إنه إذا فعلتها لواحد، إذا سويت هذا البت زيرو هو active low، كل البول أب ريزيسترز راح يصيروا enabled على كل البنز فعليا. يعني ما في بول أب ريزيستر enable بت لكل واحد من البنز، ده هو واحد بت لكل البنز. بس فعليا البول أب ريزيسترز هل أنا بحتاجهم دائما ولا بحتاجهم بس لما بدي أسوي مع بعض البنز لما يكونوا شابكين على سويتشز؟ مع بعض البنز مظبوط. ممكن بعض البنز شابكين على LEDs، هل في معنى للبول أب ريزيستر؟ ما في معنى. عشان هيك إذا بتطلع شو الشرط اللي بيخلي هاي المقاومة enabled، لاحظ هون هاي المقاومة هي عبارة عن ترانزستور. هذا ترانزستور الجيت تبعته مشبوكة على ناند جيت، يعني أند جيت بغض النظر. شو معنى ناند؟ شو هاي الأند جيت؟ هاي الأند جيت هي اللي بتحدد هل هذا الترانزستور هو إيش، شغال ولا مش شغال، هو كتوف ولا فورورد بايست. شو ما هدول الشرطين، لاحظ انه هذا البت تكون قيمته صفر بكل بساطة. هاي مو داخل على انفرتر، انه هذا البت تكون قيمته صفر، يعني انا مختار انه اسوي انيبل. بس مش هذا الشرط الوحيد، الشرط الاخر هو ايش؟ هاي من وين؟ من التريس. ليش بدي من التريس؟ شو متى بحتاج البول اب؟ لما يكون الانبوت، لما يكون البن انبوت. فاذا انا عم بحكي اذا كانت الفاليو اللي هون 1 وكان هذا البت صفر، شو داخل على الناند جيت؟ 1 1 1 اند 1 1 كومبلمنت 0 0 داخله على بي شانل ترانزستور. شو بصير؟ انيبلد صح؟ انيبلد. طب كم مقاومته هذا لما يصير انيبلد بين الدرين والسورس؟ في مقاومه بس صغيره، عشان هيك شو اسمها؟ weak pull-up resistor. مقاومة الـ equivalent resistance تبع هذا الترانزستور لما يكون on ضيف، بس في النهاية هي مسوي pull-up، سحب الفولتج لوين؟ لفوق تبع النقطة اللي هون. طيب متى هاي المقاومة بتكون شغالة؟ لما يكون أنا مسوي مختار إني أسوي enable للـ pull-up، ولما يكون البن اصلا configured as input. عشان هيك البنز اللي بتكون configured as output حتى لو بسوي enable للبول اب ما راح تشتغل. هذا الكلام منطقي جدا مظبوط. فهذه فيتشر مهم موجود بالبنز تبعت بورت بي، كلياتهم محطوط معهم configurable pull up resistor. لكن بدنا ننتبه انه بمجرد ما سويت enable للconfigurable pull up resistor، كل البنز اللي configured as input من port B راح يصير معهم pull up resistor. اوكي. الان اذا برجع على port B وبحاول اتذكر شو تفاصيله، بتذكر انه هو general purpose bidirectional مظبوط digital input output port. لكن حكينا في بعض البنز ب port B لها مالها، لها وظيفه اخرى مظبوط. فمثلا لو كان هذا البن RB0 شو ماله؟ بقدر استخدمه كمدخل للاكسترنال انترب. فعشان هيك اذا بتطلع هون في باث وين رايح؟ على الانترب سيركت بكل بساطه. يعني هذا وين بروح؟ على الانترب سيركت، بروح على الانترب سيركت مباشره. شو وظيفه الانترب سيركت؟ تتطلع على مصادر الانتربتس وتشوف هل في حدا بده شيء وتحكي معه وتخدمه، صح ولا لا؟ فاذا هذا الباث بالنسبه للبن RB0 في باث بمر من خلال وات وي كول شميت تريجر، راح نحكي عنه المره الجايه شميت تريجر. اوكي، ومنه بيروح وين؟ على الانتربت سيركت. فهذا بالنسبه لكل البنز تبعت
للبنز من RB0 to RB3 فعليا. ليش فصلهم؟ لأنه حكينا في الأبر فور بنز من بورت بي مالهم لهم وظيفة تانية غير الجنرال إنبوت أوتبوت اللي هم إيش؟ البورت بي تشينج إنترفت. فهذا السيركت دايجرام البلوك دايجرام تبع الأبر فور بنز من بورت بي، ما في شيء جديد بشكل عام، كل الطحبيش اللي فوق هاي نفسها، ما في شيء جديد. Input path, output path, configure direction register, weak pull-up resistor. ما في شيء جديد. طيب إيش الإشي اللي إضافي للpins تبعت port B اللي هم upper four pins من RB4 ل RB7 اللي هو port B on change interrupt. تتذكروا؟ شو حكينا؟ إنه الفاليو اللي بتكون موجودة على هدول الأربعة pins، طبعا مش بالضروره استخدمهم كلهم، ممكن استخدم واحد منهم، بقدر اني اقارنها بشكل مستمر بالهاردوير مع فاليو انا مخبيها جوا المايكرو كنترولر. بمجرد صار في مس ماتش او اختلاف بين الفاليو اللي موجوده بالعالم الخارجي والفاليو اللي انا مخبيها جوا، هذا الايفنت بقدر استخدمه كانتربت ريسورس، او بقدر ببساطه ات ويل سيت الانتربت فلاج، بقدر افعل الانتربت، بقدر اسوي بولينج على الانتربت فلاج حتى اعرف انه فعليا في خلاف اختلاف بين. فكيف هذا الكلام امبلمنتد؟ لاحظ زدنا ايش؟ زدنا لاتش. يعني اذا بقارن الرسمه هاي مع البنز اللي قبل، راح الاقي هدول هم نفسه. طب شو زدنا؟ زدنا هاي وزدنا هاي وزدنا هاي. ليش؟ حتى اسوي الشيء اللي عم بحكيه، بدي مكان اخزن فيه الريفرنس فاليو تبعتي، وبدي طريقة أقارن فيها الريفرنس فاليو مع الإشي الموجود الآن في العالم الخارجي، هل هم زي بعض ولا هل هم مختلفات. فإذا بنطلع هون ضروري جدا يعني نفهم الإشي اللي موجود هون، عشان لما نستخدم البورت بي تشينج انتربت لاحقا كمان أسبوعين ثلاثة نكون عارفين ليش عم نسوي هيك في الكود. فلاحظ عندي هذا اللاتش اللي فوق، شو بيسوي؟ It latches data when the port is red، اللي هي النقطة اللي متفقين عليها إحنا. طيب طالما ال port is not being red، هذا اللاتش ماله بتبع قاعد على شو قاعد بيصير بالعالم الخارجي، عم بياخد copy من اللي قاعد بيصير برا. طيب شو عم بيسوي؟ عم باخد ال value اللي عم بقرأها من العالم الخارجي بشكل متواصل، وعم بدخلها على XOR مع مين؟ مع ال value الموجودة في هذا اللاتش. شو بتسوي ال XOR؟ لما تقارن 2 bits، إذا 2 bits زي بعض بتطلع صفر، إذا 2 bits مختلفات بتطلع واحد. فببساطة حتى أعرف إنه البت مختلف ولا مش مختلف، 2 bits مختلفات ولا لا، أنا دخلتهم على XOR. طيب هذا اللاتش اللي تحت شو بيسوي؟ لاحظ it holds the previous latched data. كيف بقدر أخزن فيه؟ لاحظ مين اللي بتحكم بالإنابل تبع هدول ال two latches؟ الريد بورت سيجنال، صح؟ فلاحظ اذا كانت الريد بورت سيجنال تساوي واحد، شو معناها؟ هذا disabled وهذا ايش؟ enabled. فالعالم الخارجي مشبوك مع مين؟ معهم. فزي كانه انا ممكن لازم حتى يكون عندي ريفرنس، شو لازم اسوي؟ لازم اقرا العالم الخارجي بعدين اغمض عيوني واحكي لللاتش الثاني راقب، مظبوط؟ فأنا شو بسوي عادة؟ I need to initialize latch هذا، فبسوي read operation، تمام؟ بسوي read operation، فشو بصير؟ بتخزن عندي value هون، بعدين هاي إذا صارت صفر شو راح يصير؟ راح يشتغل اللي فوق وهذا راح يطفي، فراح يصير هذا يراقب. طالما ال value اللي هون زي ال value اللي قرأتها قبل شوي، شو راح يكون ال output تبع هاي؟ ال XOR صفر. بمجرد ما هاي ال value اللي هون تغيرت راح يصير mismatch، راح يصير في عندي output تبعها واحد، وراح يصير في عندي ستة مين للبورت بي تشينج انتربت فلاج. طيب الآن فرضا صار هذا السيناريو، كنت هون مخزن صفر وكانت هاي الفاليو صفر وبعدين تغيرت لواحد، فشو راح يصير هون الفاليو؟ واحد. راح يصير الاوتبوت هون 1 والفلاج راح يصير ايش؟ واحد. فلهون بيسألني How do you clear the port B change interrupt flag؟ عارفين كيف؟ How do we do you clear the flags؟ BCF يعني بسيطة، مظبوط؟
يعني BCF Interrupt Control RBIF زوطة. طيب ليش حاطط لي هذا السؤال هون؟ لأنه port B is special. من أي ناحية؟ تخيل أنت صار عندك الكيس اللي أنا كاتبها هون إنه في interrupt أو في mismatch صار وصار في set للفلاج، شو راح تسوي؟ راح تروح تسوي سيرفيس معينة سواء في البولينج ولا في الISR، بعدين لازم تسوي كلير على الفلاج، فراح تروح تكتب إيش؟ BCF interrupt control والله مثلا RBIF، صح ولا لا؟ راح تكتب هيك. And this will clear the flag for very short time, for one cycle. بعدين رح يرجع يصير set. ليش؟ لأنه المسماتش لساته موجود. أيوة. شوف كيف؟ لأنه أنا أوكي سويت clear على الفلاج بس مالي، بس اللاتش في مشكلة، في mismatch ولازم أسوي reset أنا، أو لازم أرجع لreference state معينة. فشو لازم أسوي؟ لازم أسوي الفاليو اللي هون زي الفاليو اللي هون. طب شو الفاليو الجديدة؟ واحد. فبدي أخلي الفاليو اللي تحت واحد. كيف شو أسوي؟ بكل بساطة read. كيف أدخل هاي الفاليو هون؟ أسوي read. فلازم بكل بساطة move f port b على حاله أو على الworking register زي ما بدك. المهم تقرأ تبعث له read signal عشان الفاليو الجديدة تدخل وهي تصير الreference point، لأنه الآن أنا عم بمشي بسيكونس، فأنا بدي أقارن إشي with respect to إشي. الآن الفاليو الجديدة صارت واحد، بس هي الآن كمان شوي تصير هي نفسها الفاليو القديمة اللي لازم أقارن فيها. فهي نقطة مهمة إنه clearing port B interrupt flag، port B change interrupt flag بده خطوتين، مش بس BCF. لازم أقرأ البورت وبعدين أسوي clear على الفلاج. عشان هيك في ناس كتير بروح بيستخدم port B change interrupt بزبطش معه، لأنه بكون مسوي هيك. تمام. نقطة أخرى تتذكروا حكينا لما أجي أستخدم الانتربتس I need to clear the flag before I enable the interrupt if the flag is not cleared on reset. هي ملاحظة كبيرة كانت في الانتربت. طيب حكينا معظم أو كل الفلاجز في البيك 1684 interrupt flags هم cleared on reset except port B change interrupt، لانه انا اول ما اشغل المايكرو كنترولر ما بعرف شو الفاليو هون وشو الفاليو هون. I need to put my reference. عشان هيك لما بدي استخدم البورت بي تشينج انتربت فلاج I need to clear the flag. And how do you clear the flag؟ بدك two instructions مش one instruction. تمام. طيب هلا هدول الفور بينز فيهم هاي الخاصيه، وانا ممكن استخدمهم كلهم مع بعض حتى اسوي وظيفه معينه اراقب فور بيتس، او ممكن اللي بدي اراقبه 1 بت فممكن استخدم 1 بت منه. اوكي، يعني مش بالضروره استخدمهم الاربعه حتى اراقب ايفنت عم بيتغير. فاذا بتطلع هون الاوتبوت تبع الاند جيت اللي هو نتيجه المقارنه تبعت الاكس اور اندد مع مين؟ لاحظ مع مين؟ لاحظ اندد مع هاي. شو معناها هاي؟ إنه البورت configured as input، لأنه لو كان البورت configured as output الفاليو المخزن هون صفر، وهون الاوتبوت دائما راح يكون صفر، لأنه ما في معنى إنه بورت B change interrupt لما يكون البورت output. أنا عم براقب إشي عم بصير برا. تمام؟ وبعدين الاوتبوت تبع الآن داخل وين؟ على OR gate. طب ليش OR gate؟ شو الOR gate؟ من البنز الثانيين، لأنه ممكن التغير يصير في البت الأول أو الثاني أو الثالث والرابع، مضبوط ولا لا؟ فعشان هيك either the change is here or here or here or here، هيك معناه. بس أنا في النهاية أنا اللي بحدد كم واحد عم بستخدم، مظبوط؟ أوكي. فهذا بالنسبة لبورت B. خلينا نحكي هاي بورت A نفس الشيء، سهل بورت A ما فيش فيها التعقيدات. direction data register، direction register، input path، output path. طبعا هون في تفاصيل بس ما بدي احكيها، بس هي في النهايه هاي الرسمه لاي واحد بحب اللوجيك والالكترونكس، هذا عباره عن تراي ستيت بفر، يعني هذه الخبصه هي تراي ستيت بفر. بديش ادخل بتفصيلاتها، احكي لك كيف بيشتغل، جرب انت فكر فيها انه هدول هم تراي ستيت بفر. هدول مش الاوتبوت باث عباره عن تراي ستيت بفر مشبوك مع البن ماخوذ من الكيو، صح؟ هيك كان، سوري، بس بدال هذا حطوا عند الكيو بار وحطوا هون، هذا تراي ستيت بفر بكل بساطه.
وهذا اللاتش نفس الفكرة حتى يثبت القيمة خلال عملية القراءة. هذا بالنسبة للبنز من RA3 ل RA0. البن رقم 4 نفسه بس إيش ماله؟ في إله another task اللي هي وين؟ بشبوك على التايمر 0 clock، ممكن أستخدمه كclock للتايمر 0. Any question؟ منكمل المرة الجاي most likely يعني الثلاثاء منخلص chapter 3. المادة المطلوبة للامتحان هي للخميس، يعني اللي عم نحكي اليوم وعم نحكي الثلاثة مش داخل. مطلوب منك من chapter 3 أهم شيء أنك تعرف هم البورتس، شو هم البورتس، كيف تستخدمهم، كيف تفهم البرامج المكتوبة. برامج بسيطة جدا. سوينا المرة الماضية ديمو على استخدام البروتوس اللي هو السيركت سيميليتر، وفعلا شفنا إن أكشن كيف فعلا الضواو عم تضوي، الضواو عم تطفي، عم بتحكم في الأوبريشن تبعت السيستم. فحاول انك ترجع للفيديو تبع المره الماضيه لما تدرس الاكزامبلز، لانه راح يفهمك شغلات كثيره انه فعليا شو المطلوب، شو السيستم المطلوب تصميم. الامتحان الخميس الساعه 12:30، القاعات معلنه لكم يمكن مزبوط. الامتحان مدته ساعه، فبدك تكون دارس كويس. امتحان فيه تفاصيل، فيه شغلات سهله، فيه شغلات بدها يكون واحد متبع معي. انا ما بجيب شيء من برا، أنا بجيب من الكلام اللي بحكي ومن الكلام الموجود في الكتاب ومن الكلام الموجود في الداتا شيت. فأدرس كويس، ركز. ساعة should be enough لواحد دارس فوق المتوسط. لواحد مسوي لي قراءة جرائد ويصير يطلع من امتحان يعيط وقت وقصير ومش فيش مجال، ما بسمع لك، بحط قطن في ديني وبضلني ماشي. بتوقع من واحد دارس فوق المتوسط انه من 7 أسئلة مثلا، اذا في 7 أسئلة من 6 أسئلة يجاوب نصهم هو مرتاح، يعني باول ربع ساعه يكون مجاوب نص الامتحان ليترالي. لو واحد دارس فوق المتوسط، هلا شو تعريف متوسط؟ بالنسبه بعرفش شو علم الغيب، يعني مش اصعب من الكوزات، مش اصعب لا، كله فيه حفظ وتسميع وكل شيء موجود. مش بحاجة إنك تجيب معك شيء غير القلم والآلة الحاسبة. طب أسأل زي 124 instruction ولا bit هاي في زيها؟ إيش هي؟ زي 1024 bit ولا instruction هاي في زيها؟ ما في ضع دائرة بالامتحان، ولا في ولا يعني كله حل، كل كتابة مش ضع دائرة. كله بعطيك إياه بس ألمك وآلتك الحاسبة. حتى الآلة الحاسبة بدي أشوف، يمكن ما أسمح لك. بتعرفش تقسم 5 على 3؟ والله غلطت كثير. يعني بشوف، بس إنه مبدئياً بدك الألم. تمام. فالامتحان شوي مضغوطين إحنا بالوقت، لأنه في لابات على 1:30، فالمراقبين رح يطلعوا على 1:30، فما فيش مجال نمدد. فتعال على قبل البوقت، خلص بخمسين دقيقة وتسهل. You can do it. إذا أنت دارس يعني بين المتوسط وبين الماكسيمم بتجيبه. أوكي؟ يعطيكم العافية.